السلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشره الظهيره تتابعون فيها. بمراكش انطلق اشغال الاجتماع الاقليمي لاستعراض منتصف مده تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان الناميه غير الساحليه للعشريه الممتدة ما بين 2014 و2024. المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء تنظم منتداها 13 حول المقاولة في صلب العالم الرقمي، محطة للتكوين الرقمي وكيفية التدبير المقاولتي. حملة تحسيسية ببن سليمان للحفاظ على البيئة والمؤهلات الطبيعية للإقليم التي يتهددها التلوث بسبب رمي النفايات المنزلية وبقايا مواد البناء. مستهل النشرة من مراكش، حيث انطلقت أشغال الاجتماع الإقليمي لاستعراض منتصف مدة تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعشرية الممتدة ما بين 2014 و2024. الاجتماع ينعقد بتعاون بين مكتب الممثلة السامية للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدى الأمم المتحدة بهدف الوقوف عند الإنجازات والعوائق لتنزيل هذه الخطة الرامية إلى مساعدة هذه الدول على تحقيق التنمية. في المتابعة من إعلام معتصم بالله بعساوي. يتدارس المشاركون في الاجتماع الإقليمي لإفريقيا لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية للعشرية الممتدة ما بين 2014 و2024، التقدم الذي حققته البلدان غير الساحلية في إفريقيا في تنزيل برنامج فيينا، برنامج يراهن على تخفيف القيود ومواجهة الإكراهات التي تواجه هذه الدول في النهوض باقتصاديتها. Morocco also has a lot of good practices and experience which could be المغرب shared. له ممارسات وتجارب ناجحة يمكنه تقاسمها مع الدول الإفريقية الأخرى. نذكر مثلا مجال الطاقة، فالمغرب وصل تقريبا نسبة تغطية 100%، وبذلك يمكنه تقديم المساعدة للدول التي لم تتجاوز نسبة 11% في تغطيتها بالكهرباء. وهناك العديد من التجارب الأخرى التي يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها. استضافة المملكة المغربية لهذا الاجتماع يؤكد الثقة التي تتمتع بها كقوة إقليمية تلعب دورا مهما في التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها القارة وسعيها لترسيخ هذه المكاسب من خلال تعزيز علاقات التعاون جنوب جنوب. Cette réunion est très importante parce qu'elle permet de faire le point sur les politiques de développement spécifiques. هذا الاجتماع جد هام لأنه سيسمح بتحديد نوعية السياسات الخاصة التي تحتاجها الدول غير الساحلية لدعم تنميتها، فهذه الدول تواجه العديد من المعيقات الكبرى. هذه الدول تحتاج إلى مساعدات خاصة لتجاوز المعضلات التي تواجهها من حيث التجارة ومن حيث النمو الاقتصادي والاجتماعي. 16 دولة إفريقية من بين 32 على المستوى العالمي من البلدان النامية غير الساحلية تواجه صعوبات جراء بعدها عن المنافذ البحرية من قبيل ارتفاع تكاليف النقل والعبور، ما يؤثر على قدرتها التنافسية ويرهن جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. للحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة مي يعقوب، مسؤولة إعلامية لدى مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. سيدة يعقوب، بداية هل قربتنا من الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعشرية 2014-2024؟ نعم، أولا أريد أن أذكر أن برنامج عمل فيينا يرسم خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024. إذا هذا البرنامج يهدف إلى معالجة تحديات تلك الدول النابعة خاصة من موقعها الجغرافي وعزلتها وبعدها عن البحر. تتم تلك المعالجة من خلال أولويات ست بما فيها توصيات حول قضايا العبور، تطوير البنية التحتية وصيانتها، أيضا التجارة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي وتنفيذ برنامج عمل فيينا. سيدة يعقوب، ماذا تنتظرون من هذا الاجتماع الإقليمي لإفريقيا؟
نعم شكرا على هذا السؤال. الأهداف المنتظرة من هذا الاجتماع أولا هي إجراء استعراض دقيق وتقييم لمدى تنفيذ برنامج عمل فيينا وتحديد الإنجازات التي تمت، المعوقات وأيضا الفرص المتاحة. ثانيا تبادل الممارسات الفضلة بين الدول خاصة حول الابتكارات وآخر الصناعات. ثالثا رسم توصيات على أساسها يتم إسراع تنفيذ برنامج عمل فيينا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية. سيد يعقوب، يستضيف المغرب هذا الاجتماع الهام، كيف تقيمون دور المملكة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الأممي التنموي أخذا بعين الاعتبار انخراط المملكة في تشجيع التعاون جنوب جنوب على مستوى القارة الإفريقية؟ نعم، أولا أود أن أغتنم الفرصة لأشكر المملكة المغربية على استضافتنا اليوم هنا في مراكش لافتتاح المؤتمر المعني بالبلدان النامية غير الساحلية. فيما يتعلق بسؤالك، في الواقع المغرب له ممارسة جيدة جدا على صعيد التعاون الإقليمي، فسياسات المغرب الإقليمية تشجع كثيرا التعاون بين الدول وخاصة من خلال ما ذكرته الآن التعاون جنوب جنوب. أيضا المغرب لديه خبرات وممارسات فضلة يمكن مشاطرتها مع الدول الأفريقية بما في ذلك فيما يتعلق بالطاقة، فكما نعلم أن المغرب وصل إلى تغطية عبر الطاقة الشمسية بشكل كبير جدا في البلاد، وهذا ما يصب أيضا في أحد أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في عام 2015. إذن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المستدامة هو أمر مهم جدا لكل الدول، إن من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا من حيث النسيج الاجتماعي والتكامل بين الدول الأعضاء. إذن للمغرب دور كبير، ونحن نتمنى أن نستمر في التعاون مع المغرب ونستمر أيضا في التعاون من أجل عقد هكذا اجتماعات هامة على أرضه الحبيبة. سيدة مي يعقوب، المسؤولة الإعلامية لدى مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة من مراكش. نفتح صفحة الأنباء الدولية من سوريا، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على مواقع داخل آخر جيبين لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بعد أن كانت قد استأنفت مساء أمس قصفه عقب إعلانها مهلة زمنية محددة لانتهاء معركتها في الباغوز المستمرة منذ أسابيع. ومنذ مطلع العام كثفت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية ضد التنظيم في إطار هجوم تشنه منذ سبتمبر في ريف دير الزور الشرقي. قتل شخص واحد على الأقل في إطلاق النار على الترامواي في مدينة أوترخت الهولندية بحسب ما أفادت وكالة ENB الهولندية للأنباء اليوم. ونقلت الوكالة عن أحد مراسليها قوله إن جثمان الضحية كان مغطى بقطعة قماش ومددا بين عربات الترامواي، ولم يصدر تأكيد رسمي لذلك بعد. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تمويل إضافي لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة. وقال موريسون إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي من أجل حماية مؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية. في القارة الإفريقية الأعصار الاستوائية إيداي ألحق أضرارا أو دمر بنسبة 90% ثاني مدن موزمبيق بييرا ومحيطها، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية إلى 138 قتيلا في كل من الموزمبيق وزيمبابوي. فرح سعف. 68 شخصا في موزمبيق و70 آخرون في زيمبابوي المجاورة هي آخر حصيلة مؤقتة لضحايا إعصار إيداي.
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد في بيان صدر اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 138 في كلا البلدين، 55 منهم قضوا في مدينة بييرا الساحلية وهي ثاني أكبر مدن موزمبيق والتي دمر 90% منها جراء الإعصار. الاتحاد الدولي حذر من خطورة الوضع في بييرا ونبه إلى أن قائمة الضحايا قد ترتفع بسبب انقطاع آخر طريق يصل إلى المدينة عقب انهيار سد كبير. في غضون ذلك قالت الأمم المتحدة إن عدد المفقودين في زيمبابوي تجاوز 100 شخص وإن الأشخاص الذين تضرروا جراء مرور الإعصار ينهزون 10,000. ويعتبر إيداي القادم من المحيط الهندي أقوى إعصار يضرب سواحل موزمبيق وزيمبابوي منذ 10 أعوام. أعلنت وكالة إدارة الكوارث في أندونيسيا أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق البلاد أوقعت 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا، ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عدد المفقودين وأصيب عدة أشخاص بجروح جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة. ويعمل رجال الإنقاذ وسط الوحول والحجارة والأشجار المتساقطة بحثا عن ناجين، وتم إجلاء الآلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد. وبالصين قتل 10 أشخاص وفقد 10 آخرون جراء انهيار منازل بسبب حدوث انزلاق أرضي في مقاطعة شانشي شمال البلاد. وقالت السلطات أنه عثر على 7 أشخاص لقوا مصرعهم في موقع الحادث، بينما تم انتشال 16 شخصا من تحت الحطام ونقلهم إلى المستشفى. وأكدت الحكومة المحلية أن رجال الإنقاذ لا يزالون يواصلون البحث عن المفقودين بمساعدة كلاب مدربة ومعدات إنقاذ خاصة. تنظم المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء منتداها 13 حول المقاولة في صلب العالم الرقمي، محطة يستفيد منها طلبة المهندسون في مجال التكوين الرقمي وكيفية التدبير المقاولتي. سعيد إدريسي وعبد الرحمن زيان. منتدى المقاولة الذي دأبت المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة على تنظيمه أصبح يشكل موعدا سنويا يتطلع من خلاله الطلبة المهندسون إلى الانخراط في عالم المقاولة وكذا الوقوف على مختلف المستجدات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بالتطور الرقمي سواء على مستوى التكوين أو الاشتغال داخل المقاولة بعد التخرج. ليفينمون ديالنا هي واحد الفرصة للشباب المغاربة، الشباب المقاولين، باش ينميو الرصيد ديالهم في إطار رقمية، يعني في تو سكي ديجيتال، لونتربرونيا أليغ ديجيتال، ولا تيماتيك ديالنا النيت سي أونتربروندر أليغ ديجيتال، وحنا كنانسيستو سوغ هاد لو بوان هذا، باسكو غراس أ تيت إيفينمون بزاف ديال الشباب غيولي عندهم علاقات مع الشركات الكبار. اللقاء التواصلي يعتبر منصة للطلبة لاكتشاف الوسائل الرقمية الحديثة المعتمدة في مجال تدبير المقاولة والتسيير وانفتاح المدرسة على محيطها السوسيو اقتصادي وكذا المهني. الطلبة استطاعوا أن يحضروا برنامجا حيويا هائلا فيه متدخلون من مستويات متعددة، وحقيقة فيه استفادة كثيرة للطلبة في طول هذا اليوم. احنا تنعرفوا الجميع ان اجوردوي لي لوغياد لي زيت اللي خارجين للميدان العمل يحتاجوا وسائل، يحتاجوا استراتيجيات، يحتاجوا دي زيكيب حداهم اللي تعاونهم، دونك خصهم هذاك لو سافوار فير، خصهم اوسي هذاك لو ميتي ديال ديجيتال، يعرفوا المغزى منه ويعرفوا كيفاش يبلوروه ويستغلوه. هي الدورة 13 التي تنظم على مدى يومين تحت شعار التكوين والمقاولة في صلب العالم الرقمي، حيث تسعى المدرسة إلى تنظيم أنشطة متعددة لفائدة الطلبة. يزخر إقليم بن سليمان بمؤهلات طبيعية مهمة، الغطاء الغابوي يمتد بها على مساحة 58,000 هكتار، إلا أن التلوث يتهدد بسبب رمي النفايات المنزلية وبقايا مواد البناء، الأمر الذي دفع المجتمع المدني للقيام بحملة تحسيسية للحفاظ على البيئة. ريبورتاج فاتحة عمار وعاشور بن مسعود.
الغطاء الغابوي بإقليم بن سليمان يمتد على مساحة تقدر ب 58 ألف هكتار، ويعتبر منتزها طبيعيا لساكنة المنطقة وزائرها، إلا أن هذا الفضاء يواجه إكراهات عدة تتجلى في انتشار النفايات وبقايا مواد البناء، عوامل تساهم في اختناق هذا الشريط الغابوي الرئوي وخدش جماليته. الغابة بن سليمان كنجي مرة هنا كنتسارى فيها وشفت هذه الحالة اللي فيها، لي زوردور ميناجير كيتلاحوا، الردم كيتلاح، لي زانيمو مور حتى ما كيكونوا، هادشي راه خطر على هاد الغابه. هاد الغابه راه الثروه ديالنا وهي راس المال ديال بن سليمان. وبهدف الحد من تلوث مناخ هذا الفضاء الغابوي تم تنظيم يوم تحسيسي، وهو بمثابة دعوة للجميع للمساهمة في الحفاظ على البيئة. هذه بادرة طيبة، لأن غنقول المسؤولية ترجع لنا احنا اللي خصنا نديروا اليد في اليد باش ننقيوا هاد الشريط الغابوي باش تكون صورة جميلة لمدينة بن سليمان، لأن مدينة رائعة. المسؤول الأول هو المواطن، لأن ما نراه يعني الكل يتخلص من النفايات، يتخلص من أي شيء كيرميها في الغابة. الإحصائيات اللي ديال الأزبال كتدق ناقوس الخطر، لذلك إلى ما بديناش حنايا كفرد أننا نحافظوا بالجهة ديالنا فميمكنش نعتمدوا على الجماعة، دونك التغيير كيبدأ بالفرد. إن الاهتمام بالمنتزهات الطبيعية ذات التنوع البيولوجي مفاده انتعاش السياحة البيئية، خصوصا ونحن مقبلون على حلول فصل الربيع، فصل النزهة بامتياز. في الميدان الرياضي حفل تكريمي للبطل العالمي مصطفى الدنكير صاحب الرقم القياسي في رياضة التحدي بالدراجة النارية فوق الحبل الفولاذي، والذي قدم بالمناسبة عروضا نالت أعجاب الجمهور بضفتي نهر أبي رقرق. روبورتاج عبد الحق بهات ومهدي شطيبي. في جو احتفالي وعرس رياضي كبير استمتع الجمهور الذي حج بكثرة إلى ضفتي نهر أبي رقرق بالعروض الشيقة والمثيرة التي قدمها البطل العالمي مصطفى الدنكير وصاحب الرقم القياسي العالمي بمدينة بنيدروم بإسبانيا سنة 2010 ليحل بالمغرب لأول مرة. هذا بطل مهاجر يحتذى به. كيفاش اختاريتوه؟ اختاريناه فملي كتشوف بطل مغربي جا للعالم كامل وما لعبش بلادك وكتجيك واحد الغيره، كيفاش ما نديرش واحد رد الاعتبار وندير واحد التكريم هنا في المغرب بمناسبه الوطن المجتمع المدني ونديرو في هذه البلاصه اللي هي ضفه نهر ابي رقرق. الفكر ديالي هو ان شاء الله في المستقبل لما نروح الاكاديمي باش نعطي فرصه للشباب يكونوا محترفين في هذا الميدان ديال الدريف ديال في هذا فوق الحبل، وباش يكون الاكسبيرينس اللي تعلمناه على برا نجيبوها لبلادنا للشباب باش يكونوا ما من احسن ما منا ان شاء الله. إذن تحت شعار جميعا من أجل التنمية المستدامة جاءت تظاهرة تخليدا لليوم الوطني للمجتمع المدني من تنظيم جمعية الرسالة للبيئة والتنمية وجمعية الملكية لدريفت. هذه الفكرة هذه بأن احنا كنديروا موتور شو رياضة طاقية، احنا كنطمحوا لواحد نوع رياضي جديد يدخل المغرب، الرياضة الطاقية البديلة يعني الكهرباء. احنا اخترنا هذا موتور شو يعني باش نبينوا العالم بأن احنا مغاربة قادرين نديروا نجمعوا جميع الرياضات. احنا جمعنا دابا أربعة ديال انواع ديال الرياضات، جيتسكي موتور دريفت يعني موتور شو اللي كيجمع كل شيء في واحد الكلمه هو موتور شو، باش كنخدموا على واحد 17 هدف ديال الامم المتحده التنميه المستدامه اللي كتطالب بالجمعيات والنوادي باش نزيدوا في الطاقه. وكمحب لبلده والرايه المغربي ديالو وكتجربه عالميه كان عندنا شرف انه قبل بحرارة وأنسيستا، وهذا يوم تاريخي وعرس رياضي مغربي بامتياز للعالم أن الرقم القياسي الجديد إن شاء الله سوف يكون بالمغرب. ويبقى الهدف من هذا الحفل والعروض والتكريم هو تحفيز الأجيال الصاعدة وكذا التعريف بحضارة بلادنا والمؤهلات الثقافية والاقتصادية والتنموية التي عرفتها وتعرفها المملكة. صور آخر النشرة تنقلنا إلى إقليم ميدل، تحديدا بحيرة أدار الحرشة بمنطقة بومية على ارتفاع 1960 متر عن سطح البحر. صور الطبيعة الساحرة للمنطقة التقطتها عدسة أحمد فاضلي من توضيب حياة فخري.
ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. بمراكش انطلاق أشغال الاجتماع الإقليمي لاستعراض منتصف مدة تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح بلدان نامية غير الساحلية للعشرية الممتدة ما بين 2014-2024. المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء تنظم منتداها 13 حول المقاولة في صلب العالم الرقمي، محطة للتكوين الرقمي وكيفية التدبير المقاولاتي. حملة تحسيسية بابن سليمان للحفاظ على البيئة والمؤهلات الطبيعية لإقليم التي يتهددها التلوث بسبب رمي النفايات المنزلية وبقايا مواد البناء. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.